السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن طريقة ربط الجهاز اللي هو لايكا تي اس 16 فيفا بأكتر من طريقة. النهاردة هناخد منها حاجة مبسطة واللي هي الريسكشن، هنبدأ بيها النهاردة معاكم. يلا بينا. أول حاجة بأكد على المية الإلكترونية للجهاز بالشكل اللي ظاهر معانا دوت، تمام. بعد كده بختار أيقونة السيت أب، ظهرت معانا اهي. بختار نوع التصطيبه اللي انا هشطبها وهي ريسكشن. اول حاجه بتظهر معايا القوائم بالشكل اللي ظاهر معانا دوت. اول قائمه او اول خانه اللي هي البوينت اي دي، ودي بكتبها اي حاجه لان الريسكشن عباره عن مكان غير معروف انا واقف فيه بالجهاز، وبربط على نقطتين معلومتين، والمفروض في الريسكشن براعي اكتر من حاجه، ومنها الزاويه ما تكونش مفتوحه قوي وما تكونش مغلقه قوي، براعي زاويه ما بين النقطتين تكون كويسه واكون شايف من خلالها الشغل وشايف من خلالها النقط، تمام. وبقف في المكان اللي انا شايفه كويس، وابدا انصب الجهاز عادي، وبظبط المايه بتاعه الجهاز العاديه والالكترونيه، تمام. وبدخل على القائمه زي احنا دخلنا كده بالظبط، نبدا اكتب البوينت اي دي اي حاجه خالص، مش شرط تبقى حاجه معينه. تحت هنا ده ارتفاع الجهاز، وما بتحتاجوش كتير في الريسكشن لان النقط الثابتة معاك لو ليها ليفل مش بتحتاج ارتفاع الجهاز، هو بيجيب ارتفاع الجهاز لوحده. بعد كده باجي هنا اجيب الجوب اللي انا هشتغل منه اللي عليه نقط الثابت اصلا اللي انا هشتغل منها، ايا كان اسمه ايه على حسب الشغل اللي عندك، وبختارهم واقول اوكي. تظهر لي القائمة اللي ظاهرة معانا دلوقتي، وهي بيقول لي اختار اول نقطة انت هترصد عليها. بيجي لي نقط بالشكل دوت، بختار اول نقطة انا هرصد عليها. تحت هنا ده ارتفاع العاكس معايا او ارتفاع البريزم، ده انت بتدخله على حسب الشغل معاك او على حسب العاكس اللي معاك، على حسب كل عاكس لوحده، على حسب البريزم انت فاتحه قد ايه، على حسب شغال بميني ولا لا، ده بتدخله انت على حسب الشغل عندك. وبعد كده بتبدأ توجه على النقطة زي ما احنا هنوجه كده. وبعد كده بتبدأ ترصد، ترصد تاني، تأكد ان انت هي دي المسافة صح. وبعد كده بتقول له استور، كده هو حفظ اول نقطة عندك. بيقول لك اختار النقطة التانية، بعد كده برضو بتلف توجه عليها كده. ترصد برضو بنفس الطريقة، وبعد كده بتقول ستور، دلوقتي بيديك اتاحة ان انت ممكن تختار نقطة ثالثة وتكمل كمان بنقطة رابعة او خمسة على حسب دقة الشغل اللي عندك، وممكن تختفي بالنقطتين دول لو انت شايف ان هي كده تمام. لو عايز تعرف بقى التشطيبة اللي انت سطبتها دي صح او غلط، بتبدأ تقوله كالكوليت، تظهر لك القائمة دي، بندوس اوكي، تظهر لك القائمة دي زي ما هي ظاهرة معاك كده. أول حاجة فيها مجموعة القوائم دي، أول قائمة دي نقطة المحتلة اللي أنت واقف عليها أصلا، تمام؟ ده الإحداث بتاعها وده الليفل، تمام؟ دي النقطة اللي أنت واقف عليها دلوقتي اللي هي ما كانتش معلومة ليك، بقت هي معلومة للجهاز دلوقتي لأنه يعتبر سطح. تاني حاجة ده الاسم اللي أنت مدخله ليها في الأول، تمام؟ اللي هو في أي حاجة مش مشكلة يعني. تالت حاجة دي الكواليتي بتاعت التصطيبة نفسها، يعني انت عندك دلوقتي خطأ 2 مللي في الايست و3 مللي في النورس و6 جزء من مللي في الليفل، تمام، وعندي 10 دقايق و42 ثانية في الزاوية، وده طبعا خطأ كبير. لو احنا بنشتغل على مسافات وبنشتغل شغل دقيق هتفرق معانا في حاجات كتير، تمام. لازم ان احنا نراعي الموضوع ده معانا، يبقى الخطأ اقل من كده، وبالذات خطأ الزاوية لازم يبقى هو معايا براعيه جدا، ابقى محترم زاويه كويسه ومظبط الاتجاهات ومظبط التوجيه كمان على العاكس او البريزم اللي انا برصد عليه، لان خطا الزاويه بيفرق معايا كتير. وال2 مللي و3 مللي دول لو انا بشتغل على مسافات اكبر هتوصل معايا لحاجات اكتر من كده، وهتفرق معايا في الشغل بعد كده. دي القائمه اللي بعديها، دول النقطتين اللي انا رصدت عليهم، تمام. القائمه دي بيوضح لي ايه الوضع اللي انا فيه دلوقتي، اللي هو الجهاز اللي انا واقف دلوقتي عليه،
والنقطتين واحد واثنين تمام بالعكس بتاعتهم، وبيبين لي شكل التسطيبه اصلا سطبتها. لو انا شايف ان ده كده تمام معايا وهقدر اشتغل عليه ومش هيديني اي خطأ في الشغل والتسطيبه تمام، ببدأ اقول له ست. هو جاهز بيقول لي خلاص كده ان هو اعتمد التسطيبه اللي انا قلت له عليها وتمام كده، ويبدأ يشتغل على اساس كده. وبكده تبقى انت سطبت الجهاز وجاهز للشغل على اساس التسطيبه اللي انت سطبتها في الاول ونسبه الخطأ اللي انت اعتمدتها للجهاز. دي كده كانت معانا الريسكشن، وهنكمل في فيديوهات تانية ببقية التسطيبات وبحاجات تانية كتير. تابعونا وان شاء الله تستفيدوا معانا، ونتمنى ان تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.